على مستوى التحكيم للأمانة، يعني فريقين كبار، الكل شاف رتم المباراة حيل سريع وجدا عالي. شوف الحكم كلنا خطأون، واخوي عبد الله مصيره انسان ويخطئ مثل ما احنا اللاعبين نضيع وهذا وعندنا اخطاء، لكن خطا من خطا يفرق. اذا عندك ثلاث بلنتيات ما يحسبها حق فريق نادي الكويت والجول الثاني بالاساس فاول، هذا مو خطا، هذا دمر يمكن مجهود فريق قاعد يتمرن طول الاسابيع الاخيره. الحمد لله والشكر، بسم الله، يعني واشكر الجماهير اللي كانوا منتظرين هذا الفوز، والحمد لله النادي القادسيه قدر يحقق الفوز بالنتيجه اللي احنا نبيها، وان شاء الله المباريات القادمه ما نشوف الخساره كلش. هذا الموسم كله في اخطاء، يعني ما يعني في كرات ما توفق فيها حكم المباراه، كان بعيد عن الحدث. يعني انا اشوف بالعكس الحكم عبد الله الكندري من الحكام الجيدين، وانا اشيد له بالمستوى، يعني خلينا نقول اللي ظهر في مباراه سوا، ولكن اليوم عاب في امور، في اشياء شو خلينا نقول مثل ركلات الجزاء، في اكثر من ركله جزاء ما نقول والله تعالى لازم يكون في تقدير، في يكون قريب من اللعبه، ولكن خلينا نشوف ان الاخطاء كانت واضحه. انا اعتقد المباراه كانت جدا صعبه علينا، يعني مبارياتنا مع الكويت العربي المباريات الكبيره طبعا لها طابع خاص بغض النظر عن دوري التصنيف. اعتقد الكل قاعد يقاتل، يعني كان نهائي، شفت المباراه انت، الكل يحاول انه يحقق الثلاث نقاط. اعتقد هذا اهم فوز بالنسبه لنا، خاصه في وقت ممكن دوري التصنيف، لكن حق دفعه معنويه حق بدايه الموسم، خاصه بدايه الموسم ما بقى له شيء تقريبا شهر ونص تقريبا. وان شاء الله اللاعبين مثل ما شفتهم اللاعبين رجال داخل الملعب، حققوا المطلوب الاداء والثلاث نقاط. حبينا نعوض الجمهور القدساوي، خصوصا انه جاي من خساره من امام نادي السالميه، الحمد لله قدرنا نعوضهم بالاداء قبل النتيجه. للامانه فريق نادي الكويت فريق كبير يعتبر، قدرنا نتغلب عليه. الشيء المميز بالموضوع ممكن ان المباراه كانت ممتعه ومثيره للجماهير اللي يشوفون المباراه، تعرف فريقين كبار لازم المباراه تضرب بهالطريقه.